السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم متابعين مطبخ لايف في كل مكان. النهارده حلقتنا فلسطينيه. طالما احنا قلنا فلسطينيه يعني هنعمل احلى الاكلات والوصفات الموجوده عندنا في فلسطين. يعني هاخدكم النهارده ونطير بيكم فلسطين عشان نشوف السفره بتاعتهم بيقدموا ايه على الاكل بتاعهم. النهارده في المنيو بتاعنا نعمل مدلوقه، دي حلو السمين زي ما احنا بنقول عليها هنا، وكمان هنعمل فتة، هنعمل كمان فتة المكدوس، وهنعمل كمان سلطة غزوية. يبقى المنيو بتاعنا النهارده هنعمل سلطة غزوية، هنعملها بالطريقة بتاعتهم بالظبط. حتى انا جايب ايد الهون لان بتدرب في ايد الهون، مش بتتقطع او بتدرب في الخلاط. وهنعمل كمان المدلوقة الفلسطينية، هنعملها بطريقة جميلة، طريقة حلوة وسهلة وبسيطة. هنعملها طبعا على البارد، وهنعمل كمان فتة المكدوس بالبتنجان. ده بالنسبة لنا المنيو. ممكن نشوف دلوقتي اول حاجة هنبدأ فيها المقادير لو ننزل بيها على الشاشة. هنبدأ النهاردة اول حاجة بالمدلوقة الفلسطينية. لو ننزل بيها على الشاشة دلوقتي. عندي اول حاجة كوب من الدقيق السميد، وعندي كوباية لبن، تمام، موجود على الشاشة، كوباية سكر، كوباية مية، عندي كوب من القشطة صغير، عندي عصرة ليمون، عندي معلقتين زبدة، عندي فول سوداني للجرنشة في الآخر. يبقى النهاردة نرجع نشوف المقادير تاني. عندي كوب دقيق السميد، عندي كوباية لبن، كوب من السكر، كوب من الماء، عندي كوب قشطة، وعندي عصير ليمون، وكمان معلقتين من الزبدة، وعندي فول سوداني. طيب نبتدي نشوف أول حاجة هنبدأ في إيه. أنا عندي المية والسكر، هنزل بيهم مع بعض على طول. وعندي كمان عصرة الليمون بنزلها معاهم. يبقى احنا بنعمل الشربات بتاعنا عادي، اللي هو كوباية مية وكوباية سكر وكمان معاها عصرة الليمون، ونسيبها على النار لحد ما تاكل في بعض وتوصل للدرجة اللي احنا محتاجينها. طيب انا هعمل ايه في الطاسة التانية، او لو حبيت اشتغل في الدقيق على طول اعمل ايه؟ عندي المادة الدهنية معلقتين من الزبدة، بنزل بالزبدة على طول كده، وبننزل بدقيق السميد معاه في نفس الوقت. نحاول احنا نفضل نقلب فيه لحد ما لونه ما يحمر معانا. لا انا نزلت المية والسكر في حلة لوحدهم، تمام، ونفضل نقلب كده واحدة واحدة واحنا شغالين لحد ما لونه يبقى مظبوط معانا ويوصل للدرجة اللي احنا محتاجينها. ساعتها هوريكم المكونات او الانجريدينت اللي احنا هننزله بعد كده ايه. طبعا هي عندهم اسمها المدلوقة، احنا عندنا اسمها حلو السميد. طبعا دي طريقة سهلة وبسيطة نقدر نعملها في البيت، مش هتاخد معانا بالظبط 10 دقايق، والنتيجة بتاعتها جميلة وحلوة جدا. لو حبينا ان احنا نحشيها من جوه، او حبينا ان احنا نعملها بطريقة مختلفة عن ما هما بيعملوها او احنا بنعملها، لو عندنا ممكن صنوبر او عندنا لوز، ممكن نكسر اللوز، وبعد ما نبتدي نخلط العجينه، ما يبقى معانا عجين، ننزل اللبن على سكر ودقيق سميد، ممكن ندخل معاه المكسرات اللي احنا عايزينها، تبقى محشيه من جوه مكسرات يعني. احنا بنقعد نقلب فيه لحد ما لونه يحمر او ياخد اللون اللي احنا محتاجينه، لان احنا مش هندخله فرن. السكر بالنسبة لنا بنخليه على النار كده، بنديله بس تقليب. انا كده التقليبتين التلاتة اللي انا عملتهم ديت دلوقتي مفيش سكر بالنسبة لي، يعتبر ساح معاه. طيب المرحلة اللي بعد كده احنا بنعمل ايه؟ انا بالنسبة لي احمر خلاص كده بالنسبة لي، بروح واخد كوباية من اللبن، اروح منزلها على دقيق السميد، وبعد ما انزل عليه اللبن مش هقلبه، اروح منزل على طول السكر اللي انا عامله او الشربات اللي انا شغال بيه دلوقتي، وبعد كده يتقلب كله موجود مع بعض. بيبقى عندي بعد كده ممكن كيس، لو انا عايز اعمله في قالب على اساس لو عايز يبقى فيه شكل، ممكن احط كيس حراري، وبعد كده انزل الخليط اللي انا عملته ادخله في التلاجة، ممكن يقعد معايا حوالي 20 دقيقة 25 دقيقة لحد ما يبرد، وبعد كده اقدر اطلعه ازينه بالحاجة اللي انا عايزها. حبيت اللي انا اعملها بالقشطة، حبيت اعمله بالمربى، اي حاجة اللي انتوا هتبقوا متوفرة عندكم او تحبوه تقدروا تزينوها زي ما انتم عايزين. بس انا حبيت اعمل المدلوقة بالطريقة بتاعتهم بالظبط، مش هقدر ازود ولا انقص حاجة، هعمل نفس الخطوات اللي هما بيعملوها.
لونه كده ابتدى شوية معايا اهو، مبنزلش عليه اي حاجة لحد ما لونه يتغير معايا خالص. مش بحتاج ان انا انزل معاه زبدة او احط مثلا كمية بتاعة سمنة كمية كبيرة، هي الكمية اللي انا محتاجها اللي انا بنزلها، مش بحاول انا ازود عن الكمية اللي انا نزلتها. عايز اقول لكم طريقة سهلة وبسيطة نقدر نعملها في اي وقت واحنا موجودين في البيت، مش هتاخد مننا وقت خالص. وزي ما قلت لكم لو احنا حبينا ندخل اي انجريديا موجود عندنا في البيت نقدر ندخله، بس انا حبيت اعملها لكم بطريقة سهلة وبسيطة اللي انتم تقدروا تعملوها وتطلع معاكم بالسماكة، او بتطلع محافظة على نفسها لما تدخل تلاجة وتيجي تقلبوها ما تبقاش مفرولة او ما تكسرش منكم. فاحنا لو مشينا على نفس الخطوات اللي انا عملتها تطلع معاكم حاجة جميلة جدا. طبعا في المغرب ما بيعملوهاش بنفس الطريقة ديت، هم بيحمصوا اللوز او لو عندهم مكسرات وبعد كده بينزلوا مع في نهاية الخليط بيبقى عندهم اللبن، بيروحوا منزلينه في اللبن وبعد كده يقلبوا كله مع بعض. لما بيجي ياكلوه بيبقى طعمه انا بالنسبة لي احسن الطريقة المغربي، بس انا النهاردة عشان حلقة فلسطيني ونعمل المكدوس بالطريقة الفلسطيني وعندنا كمان السلطة الغزوية فحبيت اعملها لكم. ممكن في حلقة تانية نبتدي نشوف مطبخ، يعني احنا في حلقة تانية احنا كنا عملنا المطبخ الشامي وشفنا عملنا بطريقة برضو المكدوس دي بس كان اسمها فتة الحمص، شفنا طريقتها عاملة ازاي. اشتغلنا برضو السلطة التبولة واشتغلنا المطبخ كله كان شامي. النهاردة المطبخ بتاعنا فلسطيني، ممكن يبقى في يوم تاني مطبخ عندنا مغربي، لو حبينا نعمل حاجة تانية في يوم مطبخ اسباني يوم مطبخ الماني ايا كان ابتدي ان انا في كل حلقة اغير لكم ونعمل لكم كل حاجة بالنسبة للميني كورس او الابيتايزر او بالنسبة للسلط، هنحاول ندخل كله مع بعض واحنا شغالين. في السعودية بيعملوه طبعا، بس بيدخلوا معاه كمية بتاعة زبيب وبيدخلوا معاه فول سوداني طبعا بعد ما بيتحمص كل دوت، وفي بيحطوا الزبيب مع العسل على أساس إن هو الزبيب نفسه لما بينزل مع المية والسكر بيشرب منه بيتنفخ شوية، لما بيجي ياكلوه بيكون فيه شوية من الكريسبي. فبرضه دي طريقة جديدة احنا ممكن نقدر نعمله في الوصفة اللي احنا شغالين بيها. زي ما قلت لكم انا بوريكم المكونات اللي احنا شغالين بيها وانتوا الانجريديا موجودة عندكم تقدروا ان انتوا تزودوا، او لو عايزين تدخلوا حاجة جديدة في المكونات اللي انا بقولها لكم تقدروا زي ما انتم عايزين. لونه كده ابتدى يحمر معايا، ممكن لو كاميرا تبقى جايبة ممكن ما تبقاش لون ظاهر في الكاميرا قوي، بس انا بالنسبة لي اللون ابتدى يحمر. بحاول اجيب الاطراف كده مش عايز يبقى واحدة واحدة، انا عايز كله يبقى لون واحد. في طريقة تانية ممكن اللي احنا نفرده في صينية وندخله فرن بالظبط حوالي 5 دقايق ونطلعه هنضربه كده في بعض هنلاقي برضو خد نفس النتيجة وبنفس الشكل اللي احنا عايزينه. نحاول نفضل ماسكين كده في الطاسة اللي احنا شغالين بيها نفضل نقلب باستمرار، مش عايز يبقى جزء لونه فاتح وجزء يبقى لونه غامق، عايز كله ياخد نفس السوا ياخد نفس اللون عشان يطلع نتيجة زي ما احنا ما عايزين في الآخر. شايفين لونه اهو ابتدى يحمر قوي معايا، ممكن اديله كمان تقليبة لمدة دقيقة وبعد كده بالنسبة لي هيبقى جاهز. زي ما انتم شايفين كل المكونات او الانجريد اللي انا اشتغلت بيها ما خدتش بالظبط معاها 5 دقايق، يعني احنا نقدر نعمل حاجة حلوة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت مش هتاخد معانا اكتر من 5 6 دقايق واحنا شغالين مع بعض.
انا بالنسبه لي كده ممكن اقدر انزل العسل اللي انا عملته، واقدر انزل اللبن لو حبيت ان انا احمره اكتر من كده مفيش مشكله، مش هياخد برضك معانا وقت. انا لونه كده احمر معايا تمام، باخد العسل انزل بيه، وكمان عندي اللبن افضل اقلب لحد ما يشرب مني كل الكميه اللي انا نزلتها، وساعتها زي ما قلت لكم اقدر انزل لو عندي قالب او عندي طبق اقدر اعمله فيه زي ما احنا عايزين او بالشكل اللي احنا عايزينه. كده واخد السكر بتاعه، واخد اللبن، واخد كل حاجه. وزي ما قلت لكم لو احنا حابين ان احنا ندخل معاه مكسرات ممكن ندخل مكسرات، بس نبقى محمصينها بنكسره وبندخله مع قلب الخليط على اساس يكون المكسرات تبقى داخله من جواه. زي ما انتم شايفين كده شرب الكميه كلها بتاعه اللبن وبتاعه العسل اللي احنا عملناه. شايفين الخليط بعمل ازاي؟ طيب بعمل ايه بعد كده؟ ده كده بالنسبة لي جاهز. لو عندي اي قالب شغال بيه او عندي طبق حبيت اشتغل بيه على طول، باخد الخليط دي اختلفت يا ريس، الله ينور عليك. ممكن ازود كمان انا بالنسبة لي كده جاهزة، اقدر ادخلها التلاجة بالظبط 10 دقايق، واقدر بعد كده اخرجها من التلاجة ابتدي احط عليها القشطة، ابتدي عندي مكسرات، عندي لوز، عندي اي إن كان من الحاجات الحلوة، مش هتاخد معايا وقت. ده كان اول حاجة معانا النهاردة اللي هو المدلوقة. طب عندنا ايه تاني النهاردة في المنيو؟ تمام، هقول بس الاكلة التانية وبعد كده ممكن نطلع فاصل. عندي النهاردة في المنيو عندي فتة المكدوس. فتة المكدوس دي عبارة عن ايه؟ هنعملها بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة، واقول لكم الفرق ما بين الشامي او فرق ما بين المغربي او فرق ما بين المطابخ التانية او عندنا احنا في مصر. بس هنطلع فاصل ونرجع من الفاصل عشان نشوف بعد كده عندنا الوصفات بتاعتنا ايه. فاصل ونرجع تاني نكمل بقية حلقتنا. اهلا وسهلا بيكم، رجعناكم تاني بعد الفاصل. شفنا قبل الفاصل عملنا المدلوقه ازاي، وشفنا الفرق ما بين اللي احنا بنعملها بره او بنعملها هنا. دلوقتي احنا عندنا في المنيو فتله المكدوس، نبتدي نشوف المقادير بتاعتنا على الشاشه. الفته عباره عن ايه؟ واقول لكم واحنا شغالين باستفاضه الفرق ما بين الشامي او المصري او المغربي او التركي الفرق ما بينه ايه بالظبط. عندي كيلو من البتنجان، وعندي نص كيلو من لحمه المفرومه، وعندي كمان بصلايه، وعندي عيش شامي هنحمصه مع بعض، وعندي طماطم، معلقه صلصه، ملح، فلفل، زبادي، طحينه، دبس الرمان، وعندي بقدونس. يبقى نشوف المقادير تاني على الشاشه. عندي كيلو من البتنجان هنشوف هنعمله مع بعض ازاي، وعندي نص كيلو لحمه مفرومه، عندي كمان بصلتين، عندي عيش شامي هنحمصه مع بعض في الزيت، وعندي طماطم وصلصه، ملح، فلفل، زبادي، طحينه، دبس الرمان، وبقدونس. ده كان الانجريديان اللي احنا هنشتغل بيه النهارده. طيب اول حاجه نبتدي نشوف هنعمل ايه. انا عندي العيش الشامي ممكن ابتدي اقطعه كده. كنا في عملنا في حلقه قبل كده فته زي دي بالظبط او قريبه منها، وهنشوف الفرق ما بين المكدوس او الفته الفلسطيني والشامي عباره عن ايه، او الفرق ما بينهم ايه بالظبط. هو الفرق ما بينهم بالظبط البتنجان والحمص، يعني الشامي احنا كنا عملناه في حلقه قبل كده، مكان البتنجان اللي احنا هنقليه النهارده هما بيعملوا مكانه حمص. ده كان الفرق ما بينهم،
هما كمان في فلسطين بيحطوا عليه دبس الرمان، وبيحطوا انواع كتير من المكسرات، يعني بيكون عليه زبيب، بيكون عليه فول سوداني وكمان لوز، وممكن كمان يحطوا عليه صنوبر. طبعا كل بلد ليها فته لوحدها. طبعا التركي الفته بتاعتهم او المكدوس بتاعهم بيختلف عن الفلسطيني، او يعتبر بيختلف عندنا احنا كشرقيين شويه، لان هما بياخدوا البتنجان والطماطم بيضربوهم في خلاط، وثانيا هما مش بيعملوها كفته فته، هي اسمها فته بس هما بيحطوها على الاكل بتاعهم. يعني بيجيبوا الطماطم على الفلفل بيعملوه زي يكون كاسيه كده، وبعد كده بيتضرب كله في الخلاط مع البهارات. ممكن عندهم اي نوع من انواع الاكل بياخدوه زي الهريسه وبعدين بيحطوه على الاكل بتاعهم. انا بالنسبه لي ممكن انزل العيش هنا على طول، عندي البتنجان كمان ممكن نقطعه واحنا شغالين مع بعض. الكمية اللي احنا محتاجينها، انا قلت لكم الكمية ديت بالنسبة للكيلو، يعني انا لو حبيت اعمل الفتة ديت نص كيلو لحمة بعمل عليها كيلو من البتنجان. انا بالنسبة لي الكمية ديت تبقى كافية جدا جدا في الطاجن اللي انا هشتغله. طبعا لو احنا حبينا عشان نبعد عن الزيوت، لو حبينا اللي احنا نعمله في الفرن، ممكن ناخد عندنا الصينية نحط عليها العيش اللي احنا هنعمله، وبعد كده نحط عليه زيت زيتون، لو عندنا روزماري او زعتر ممكن نقطع رفيع وبعد كده نحطه عليه، ما فيش مشكلة. ده احنا لو عايزينه بطريقة صحية احسن يعني، وتست في نفس الوقت. يا ريس احنا يهمنا صحتهم كلهم يا ريس. طيب انا عندي ايه تاني ممكن اشتغله في الوقت الحالي؟ انا عندي اللحمه المفرومه، ممكن ابتدي اللي انا اعصجها. انا اعملها ببصلتين حلوين كده، نفس الاكل يا ريس. تمام، حبيت اضربه في الكبه او حبيت اضربه زي ما انتم عايزين تضربوه على ايديكم او في الكبه، المهم يكون البصل متقطع. انا مش عايزه ولا كبير ولا صغير، عايزه يكون حجمه مناسب عشان احس بطعم الاكل كله، مش عايز البصل تدوب في الاكل وانا بسويه. بتحب التقطيع كبير يا ريس ولا الصغير؟ عشان هتفرق برضك معاك. ماشي، انزل بالماده الدهنيه اللي عندي، ندي تقليبة للعيش كده. عندي البصلاية انزلها على طول في الزيت. عندي اللحمة نزلها معاها على طول. اللحمة ما فيهاش اي نسبة دهون خالص، لحمة حمراء كلها. انا بالنسبة لي ممكن اطلع العيش وانزل البتنجان على طول. طبعا في طريقة للدول لما بتيجي تعمل المكدوس بتاعهم ما بتنزلوش في الزيت، في ناس بتنزله في ميه مغليه وبعد كده يطلع يتقطع على طول، يعني زي ما قلت لكم هي مدارس او دول، كل دوله بتعملها غير الدوله التانيه.
احنا بقى ما عندناش المكدوس، احنا عندنا الفتة بتاعتنا احنا المصري اللي احنا عارفينها باللحمة الجميلة يا ريس. الله ينور عليك، نعملها في يوم ان شاء الله. ماشي خلاص، انت تجيب لي اللحمة بقى. تمام، كمان كوارع وعايز تخس؟ ها تمام. انا بالنسبة لي كده العيش تمام، ممكن انزل البتنجان. نحاول نقلب كده واحدة واحدة. عندي بهارات بقى، ملح فلفل، لو حبيت 7 بهارات، حبيت جوز الطيب، البهارات اللي انتوا تحبوها بتاعتكم تقدروا تلعبوا فيها مع اللحمة زي ما انتم عايزين. العيش بقى اللي هيطلع ده نعمل بيه ايه؟ هننزل عليه بسنة من دبس الرمان زي ما هما بيعملوه. طبعا عايز اقول لكم دبس الرمان بيدي تيست جميل جدا جدا للعيش، او بيدي تيست جميل للاكل حسب ما احنا ما هنعمله. نخليه جاهز عندنا، وعندنا خلطة جميلة اللي احنا هنعملها للمكدوس. انا عندي طماطمتين او 3 بيتعمل يا رياسة، اقول لك كل حاجة واحنا شغالين، لو حبينا برضك نجيبه جاهز ما بياخدش معانا وقت. بس انا عايز اقول لكم الخلطة اللي احنا نعملها ديت في طريقتين. انا كنت حابب ان انا اسوي الطماطم، يعني المفروض الطماطم ديت انا اقطعها وانزل عليها صلصة بوريه وشوية مية معاها مع دبس الرمان ونبهرها، وبعد كده نحطها في الطبق او التونج اللي احنا هنشتغله ده. بالنسبة لهم هم بيعملوه بالطريقة ديت، انا بالنسبة لي كنت حابب ان انا اسويه الاول او اعصج اللحمه اسبكها، الطماطم اسبكها، بس انا عايز اعملها بنفس الطريقه اللي هما بيشتغلوا بيها بالظبط. انا عندي الطماطم كده، باخد الطماطم بنزلها وبنزل عليها ممكن بسنه ميه عندي شوية مياه حلوين كده انزل بيها، وانزل عليها كمان بدبس الرمان الكمية كلها، وعندي الصلصة البوريه، وعندي سنة بتاعت فلفل اسود، وعندي سنة بتاعت ملح. انا بالنسبه لي الخليط ده كنت حابب ان انا اعمله في طاسه او اعمله في حله على اساس ان يتسبك، بس انا حبيت زي ما قلت لكم اعمله بنفس الطريقه اللي هما بيعملوه. طب الفايده بتاعت ديت ايه؟ انا عايز اقول لكم دبس الرمان ريحته جميله جدا مع الطماطم. الفايده بتاعتها ايه؟ اللي هما عايزين يسووا او يخلوا بقيه البتنجان ياخد التسويه بتاعته موجود في البايركس او في الطاجن واحنا شغالين مع بعض. يعني هما مش حابين ان هما يسووه او يعصبوه لوحده. اللحمة كده ابتدت تنزل المية بتاعتها، عملتها فين بقى؟ في الأردن بنفس الطريقة. طب قول لي بقى الطريقة عشان نقولها واحنا على الهوا دلوقتي. لا بس اللي انت بتقوله دوت حلو، مش السخن. ما سمنه وسكر ده الحلو ده. ما زي ما قلت لك بقى، هي مدارس او دول كل دوله ليها الطريقه اللي هما بيشتغلوا بيها.
انا بالنسبه لي ممكن اخد البتنجان وانزل بقيه الكميه التانية على طول، طريقة سهلة وبسيطة وجميلة في نفس الوقت. وبالنسبة لنا أكل جديد ممكن نجربه، نجدد شوية من المطبخ اللي عندنا. ممكن أبتدي أبهر اللحمة في الوقت الحالي، عندي ملح وعندي كمان فلفل أسود. ده كان بالنسبة لي التجهيزات اللي أنا شغال بيها دلوقتي، وزي ما قلت لكم مفيش حاجة بتاخد وقت، كل حاجة ممكن نعملها لو المطبخ عندنا مجهز، كل الإمكانيات عندي، اللحمة جنب الفراخ، عندي البهارات تبقى جنبي، مفيش حاجة بالنسبة لي تاخد وقت، مش هقعد في المطبخ بساعة وبالساعتين عشان أجهز، لو كل المكونات موجودة جنبي بالنسبة لي الدنيا تبقى سهلة وبسيطة. زي ما انتم شايفين الأكلة ما بتاخدش 10 دقايق ربع ساعة تجهيز، ممكن تاخدها في النار نص ساعة كلام زي ده، مفيش حاجة بتتأخر معانا. أنا ممكن أعمله في طبق بايركس أو طاجن زي ما احنا ما عايزين. أنا باخد بعد كده البتنجان، بنزل بحط الأول الخليط ده من تحت، ما بحطوش على البتنجان عشان ما يطرهوش، وبعد كده بنزل البتنجان، وبعد كده أحط عليه اللحم المفرومة، بدخله في الفرن بالظبط حوالي 5 دقايق، لأن احنا زي ما احنا ما شايفين اللحمة بالنسبة لي أنا مسويها هديها 3/4 سوا، مش بتاخد سوا كامل. وبعد كده لما بتيجي تخرج من الفرن ببتدي أحط عليها عندي الزبادي بالطحينة، هنشوف السلطة بتاعتها بتتعمل بأنهي طريقة، بنحط برضو العيش تحتيه ونقدر نقدمه عليه لو مكسرات عندنا، أي نوع من أنواع الزبيب عندنا، صنوبر عندنا، لوز، أيا كان ممكن نقدر نحطه عليه. ده بالنسبة للمجدوس الفلسطيني. اسأل يا رئاسة، موسم ايه؟ موسم البرتقال. يا سلام، انت جيت لي بقى في الحتة اللي انا بحبها. بص احنا بالنسبة لنا، طيب هو بالنسبة لنا، طب السؤال اللي جالنا دلوقتي الموسم بتاع البرتقال، لو حبينا اللي احنا نعمل بيه اشكال كتير ايه بالنسبة للحلو، او لو عندنا بطاية حلوة جميلة عايزين نعملها، في طرق كتيرة جدا. ممكن نعمل البطايه بعصير البرتقال نفسه وتتحشي نفس القصه برتقال من جوه، لو عايزين نعمله بفريكه وعايزين نعمله برز، يعني في تلك الاحوال البرتقال بقى يخش معانا بالنسبه للفواكه، بالنسبه للحلو، او بالنسبه لو عندنا اكل عايزين نعمله. طبعا في البط المشهور اللي احنا لو حابين احنا نعمله بالبرتقال بيتعمل ازاي، بنجيب بطايه حسب الوزن بتاعها 3 كيلو او 2 كيلو ونص، بتتغسل كويس بمحلول الميه والملح والخل عشان عارفين بيبقى فيه نسبه زفاره، في ناس بتيجي تنظف البطايه بتحاول ان هي تدعكها من بره بالدقيق والخل عشان تخلي لونها ابيض وفي نفس الوقت تشيل منها الزفاره. عندنا رز لو احنا حابين نعمله حبه وحبه، او حابين نعمله بصل، بنشوح البصل، بنشوح الرز كام تشويحه كده، وبعد كده بنقطع عليه بصلتين ثلاثه، عايزين البصل يكون نايم على الرز واحنا في عشان نيجي نحشيه. بعد كده بننزل عليه بالبصلايه وبنبهره، وبعد كده ممكن نحشي البطايه زي ما احنا ما عايزين، لو حبينا ان احنا نقطعها شرايح ونحطها من جوه في البطايه هتدينا تيست حلو، لو حبينا ان احنا نعمله عصير من بره ونعمل مارينيشن، ندخل معاه صلصه بورين، ندخل معاه طماطم، سويا صوص فاتح، ممكن نقدر نعمل خليط من بره ونعمله كمان من جوه. نعمل لك رايس بطايه في يوم،
بس انت بتقول عايز تخس خالص، كان مفهومنا غلط عن البط يعني. انا بالنسبه لي كده البتنجان تمام. طيب اقدر اخلص ده الاول معايا دقيقة؟ تمام ماشي. انا بالنسبة لي كده كده تمام. اقدر اعمل ايه؟ بجيب الخليط الجميل ده زي ما قلت لكم، بنزله تحت من هنا، وبعد كده انزل البتنجان من عليه. احنا هنطلع فاصل وهنرجع من الفاصل نكمل بقية الوصفات بتاعتنا، فاصل ونرجع تاني نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. اهلا وسهلا بيكم، رجعتكم تاني بعد الفاصل. شفنا عملنا مع بعض ازاي الوصفة الجميلة ديت. اخر حاجة انا بنزل اللحمة، هتنزل بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، وبعد كده بدخلها في الفرن على درجة حرارة 120، هتاخد بالظبط 10 دقايق، وبعد كده نشوف هنطلعها نكمل بقية وصفاتنا ايه. طيب عندنا تاني ايه النهاردة في المنيو؟ عندنا سلطة اسمها سلطة غزوية، طبعا مشهورين بيها في غزة جدا جدا، اسمها سلطة غزوية الحارة ديت. نشوف المكونات بتاعتها ايه. عندنا طماطم، وكمان عندنا فلفل حار، عندنا بصل اخضر زي ما احنا ما شايفين، وكمان عندنا عصير ليمون. ده بالنسبة للسلطة الغزوية. لو نشوف المقادير موجودة على الشاشة، عندي طماطم، عندي فلفل حار، وكمان عندي بصل اخضر، وكمان عندي شبت. الشبت طبعا اساسي في السلطة الجميلة اللي احنا شايفينها ديت، وكمان عندي ملح وعندي طحينة. في طريقتين هما بيشتغلوا بيها، في طريقة اللي هما بيحطوا عليها زبادي، وفي طريقة تانية بيحطوا عليها طحينة، يعني زي ما انتم حابين. نشوف الوصفة زي ما انتم عايزين، عايزين نعملها كده من غير طحينة، او بنعملها من غير زبادي، زي ما انتم عايزين زي ما قلت لكم. طيب نبتدي نشوف. طبعا انا هعمل لكم نفس الوصفه اللي هما بيعملوها بالطريقه بتاعتهم، عشان كده انا جايب ايد الهون. هما بيعملوا بطريقه جميله جدا جدا جدا. الهدف بتاعها اقول لكم هما بيقطعوها بالطريقه دي ليه، او بيدقوها ليه. تمام، عندي الطماطم بتتقطع صغير كده زي ما احنا ما شايفين. التقطيع اللي احنا حابينه، لان كده كده انا هضربه بايدي الهون، فمش هتبقى فارقه معايا كتير. ديت الطريقه اللي هما بيعملوا بيها. تمام، خلي الطماطم كده على جنب، ناخد واحدة كمان. عندنا العيدان بتاعة البصل الأخضر زي ما احنا ما شايفين، عايزين ناخد الأبيض منه، مش عايزين ناخد الورق اللي هو لونه أخضر، عايزين ناخد الأبيض بس منه. بيتقطع كده صغير. وعندنا كمان الفلفل الحار، طبعا هي اساسها فلفل، فبتاخد كميه كبيره من الفلفل، بيكون اكبر من المقدار اللي هما شغالين بيه، يعني بيكون عندي الفلفل اكتر من الطماطم واكتر من بقيه المكونات اللي انا هعملها. طبعا بيعملوا ايه؟ طيب بيجيبوا الايد بتاعت الهون كده، بينزلوا الاول الملح، هما مش بيضربوه، احنا لو عايزين نضربه في كبه او نضربه في خلاط على اساس هما يعملوا عصير، هما مش عايزينه عصير، بس هما بيعملوه بنفس الطريقه ديت، فانا حبيت اعمله زي ما هما بيعملوه بالظبط. ننزل بالفلفل كده،
ممكن ناخد كمان في الفلاية. ونبتدي ندق كده. ايه الفرق ما بين لو انا هضربه على ايديا او ادقه؟ اول حاجه لما ادقه هينزل الميه بتاعه الشطه بتاعته او اي مكونات انا هدقها، انا مش بدقها جامد، هتنزل كميه كبيره من الميه، ده اللي انا عايزه. وفي نفس الوقت انا مش عايز اخليه يكون مهروس. احاول نعمل كده. دي الطريقه اللي هم بيعملوها في غزه، عشان كده اسمها سلطه غزاويه الحاره. ده كده بالنسبه لي تمام. ممكن انزل بعد كده بالبصل الاخضر، ونفس القصه ابتدي ادق معاه كده. حاجه جديده بالنسبه لنا وحاجه جميله لو احنا جربنا الاكلات بتاعتهم، حتى لو حسينا ان هي طلعت نفس الطعم او بنفس التيست اللي احنا بنعمله، يكفينا بس اللي احنا جربنا الطرق بتاعته، ما نحس ان احنا هنكون مبسوطين واحنا بناكلها، لان حسينا ان احنا عملنا حاجه جديده بالنسبه لنا. بالكبه عندي الشبت، هي اساسها شبت، ما بينزلش معاها ولا جرجير ولا اي حاجه من الحاجات الخضراء الا الشبت بس. هما بيقولوا عليها الشبت هو عمود السلطة الغزاوية عندهم. كمية حلوة كده من الشبت، وندق كله مع بعضه كده تاني. طبعا احنا حطينا في البداية زي ما احنا ما شوفنا، اول حاجة نزلت بيها كانت الملح. طبعا احنا عارفين الملح مع الخضار اللي احنا ضربناه او طحناه زي ما احنا ما شايفين هينزل كمية كبيرة من المية بتاعته. وبعد كده بننزل الطماطم، ونحاول نضرب كده ضربة. انا الهدف مش اللي انا عايز اخليه عصير، يكون فيه حتت بس في نفس الوقت نزل المية بتاعت كل حاجة انا بضربها دلوقتي، يعني يكون في طعم الميه بتاعه البصل الاخضر، يكون في طعم بتاع الطماطم اللي انا عملتها، يكون فيها طعم كل المكونات اللي انا عملتها ديت. لو ضربنا في الخلاط هنحس ان الميه بتاعتها كلها دخلت مع بعض، مش هيكون عندنا طعم لوحده، هيكون طعم واحد، مش هيكون حاجه مميزه. انما انا بالنسبه لي هيبقى في طعم الميه بتاعه الطماطم، طعم الميه بتاعه الشبت، طعم الميه بتاعه البصل، طعم ميه الفلفل، كله هيكون داخل مع بعض، هيكون النتيجة بتاعته جميلة جدا. انا بالنسبة لي مملحه، انتوا بتعملوا الكمية اللي انتوا عايزينها، عايزين تعملوه على كذا مرة لو السلطة هتكون حاجة بسيطة، انا حبيت بس اوريكم الطريقة وانتوا تزودوا الكمية زي ما انتم عايزين. انا بالنسبه لي كده ممكن اقدر اللي انا جاهزه، بس هنشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. اقدر اقدمها في الطبق. ليها طريقتين زي ما قلت لكم، في طريقه بيحطوا عليها طحينه، وفي طريقه تانية ممكن بينزلوا عليها الزبادي لو عايزينها حمرا زي ما هي او ما يكونش عليها ايا كان حاجه من ضمن الحاجات ديت ممكن نعملها. عندي اخر حاجه زيت الزيتون، ونقلب كله مع بعضه. عايز اقول لكم النتيجه في الاخر جميله جدا، بس طبعا احنا لو مش متعودين على الشطه ممكن نقلل الكميه شويه.
وانا بالنسبه لي كده تبقى جاهزه، بس ممكن تمام اللي احنا نجرنشها كده. طبعا هي ما فيهاش خيار، فمش هحط خيار في قلبها يتاكل، ممكن بس اعمل حاجه للبرزنتيشن مش اكتر من كده. بما انها فيها شبت اقدر ان انا ادخل معاها الشبت، هيكون شكله جميل. ده بالنسبة لي اول صنف كان معانا النهاردة. طيب عندنا انا بالنسبة لي خلاص المكدوس بقى جاهز، ممكن اقدر ان انا اقدمه، بس في خطوات عشان يطلع معايا بالشكل اللي انا عايزه. اول حاجة بنجيب العيش الجميل اللي احنا عملناه بدبس الرمان، ببتدي انزله كده بوزعه على الطاجن اللي احنا عاملينه كله. وبعد كده في مرحلة تانية اللي هي الزبادي والطحينة، بنزل بالزبادي الكمية كلها، وعندي كمان طحينة. عندي فلفل اسود وكمان ملح. ونقلب كله مع بعض، وبعد كده نحطه على الوش من فوق. نحاول نوزع ده كده. حبينا ان احنا نكتر الكمية على اساس نعمل الوش كله، يبقى تمام. اخر حاجة عندي الفول السوداني، نقدر نقدمه كده. عندي اخر حاجة اقدر اطلعها الحلو، زي ما انا قلت لكم مش هياخد معايا وقت. هيطلع بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه دوت. بجيب القشطة نحطها عليها. وكمان عندي المكسرات. لو عند اي نوع من انواع السيرب او الشوكولاتات ممكن ننزل عليها كده عشوائي. ده بالنسبة لنا كان الحلو اللي احنا شفناه النهاردة المدلوقة، وشفنا كمان مع بعض سلطة الفلسطينية زي ما احنا ما قلنا، وشوفنا مع بعض كمان الفتة بطريقة الفلسطينية، وشوفنا الفرق ما بين الشامي وما بين الفلسطيني، وقلنا برضو التركي بيتعمل ازاي. دي كانت الحلقة بتاعتنا النهاردة، عملنا منها الحلو، وعملنا منها الفتة، وعملنا منها كمان السلطة. ونشوفكم ان شاء الله في حلقة تانية، والسلام عليكم.